وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي وأحبتي في الله، نشارك معكم واحد الحالة اليوم. أنا بغيت نداوي دابا ولكن قلت ندير فيديو كل اللي ما يعرفش هاد الحالة زيادة. حالة أنه اللي كيخف الوزن ديالها أو اللي كيبان لك ما كتقدرش توقف ولا كتعرفش بحال هاد الحالة هادي كتشوفو. هيا الناس ولي كتصور، هيا كتشوفو هي الحالة، غنشوفو السبب علاش ما كتوقفش مزيان وعلاش وليت كتعرج وحتى الوزن ولات غادي كتضعف. كما كتشوفو الدجاج راه في صحة جيدة، كيعرف مزيان مفيش مشكل. هي ديك الحالة ولات عندها كتعرج والحالة ختها ولات ضعيفة. الريش كنشوفوه ما بقاش عنده بزاف، كتفه بدات كطيح منه. هنا كاين واحد الطوفيليات اللي هي ديال الريش. زيد شويه ودي هذه القمله ديال الريش. زكا زكا سعد زكا 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 زكا. اي اي شد شد وحده هنا بانت لك صخره بانت لي. اهلا هاي هاد 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 القمله هادي هي كتشوف كتحرك. شد زكا زكا سعد زكا زكا خلي يشد زكا شويه شويه. هاي كتشوفها كتمشى. زكا سعد زكا سعد زكا زكا خليها خليها زكا زكا حفصه. نعاودو نجبدوها قلبو تكون لاصقة في الريش وكتكون تا في الجزر ديال الريش. هاهي هاهي شد شد على هادي بعد شوية وصافي. هاهي كاين هنا، هاهي عاد الجزر ديال الريش بانت لك صخر. اه بانت. هاهي هاهي كاين اللي ما غيعرفهاش، هاهي كتكون في الجزر ديال الريش. هاهي كدير البيض تاني في الجزر ديال الريش. هي كتاكل على القشور وعلى الريش وتقدر تاكل تقدر تمص الدم. ولكن حالات ها تشوشو هنايا هي باينه واضحه. هي هاي هاد القمله هادي هاي هاد القمله هي اللي ضعفاتها. كما كتعرفوا هاد الطوفيليات راه كيديروا كيديرونجيو. ها هي هنا كاين بزاف الصدر ديالها. شوف شوف خليها ان شاء الله غنداوي ان شاء الله. اجي اجي الطوفيلية ديال القمله ديال الريش ما كتطلعش بنادم واخا قلت ماشي بحال الهمشه. الهمشه هي اللي كتصيبها حمراء كتغدى على الدم. هذه ضروره على الريش. زكا زكا اش نشدو شي ناخذ شي دجاجه اخرى ولا شي فروج اخر نشوف كي يرد لنا جورن. شوفوا حتى هو زكا 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 زكا, زكا. هذا الريش عندو كتيف ما مشاش ليه الريش.
هي ديك الجمله كتضرب كتضرب الريش تا هو هايش هاي هاد الكلب تكون في الصدر اكثر هيك تكون في الصدر الفخاد نشوف الفخاد يصدر بزاف هي الصدر اي اي حد وحده شدها صح نيه صح يعني وبعد بعد باش تبان هاي 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 السلام عليكم. كانت هي السوسيكس ما شاء الله قلبوت هي زوينه صافي سكي سكي ناسي 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 قلبوا لي الصدر ديالها خوت ما بغيتش بحال لا اي باقي تبارك بقى تبارك الله وازنة هاي بانت لك بانت لي هاي شتها زين هاي هاي شوفوا الاخوان هاي في جزر ديال الريشة مشات مشات نقلبوا على شي واحد اخر زيد زيد هاي هاي الزربه كثيفه هي كتهرب شادين وقت مقوبي عجب الحال يعني الفليان كما نقولوا حنا قديم كان كيشد الواحد كيبدا يفليو ليه راسه في الزنقه هاي هاي بانت لك لا قدير يجيك مش نقول ما شاء الله
راني رابطه. هذا اللي مشي ديال العسكر ولكن راه خاطير، راه قهر لينا جيه. ما شاء الله يا اخوان، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. نشوف العفريت. احسن تجي في يومي بانواع ديالي. سير سير سير. الواحد يكون مرتاح ديال الكمامه.